عقدت صباح اليوم اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز مؤتمرا صحفيا لاستعراض إنجازاتها خلال 5 أشهر من العمل مع الجرحى بالمحور. الذين تم علاجهم 78 جريح، والذين عادوا إلى أرض الوطن سالمين بحفظ الله 25 جريح، وتمت العمليات بعدد 56 عملية كبرى خلاف العمليات الصغرى والمعاينات والأدوية والأشعات والأخرى. الجرحى في مصر طبعا كان أرسلنا لهم 240,000 دولار. الجرحى في دولة الهند عددهم استلمت اللجنة في 6 أغسطس وعدد الجرحى 55 جريح، سفرت اللجنة 6 جرحى فقط، الذين تم علاجهم 61 جريح، الذين عادوا إلى أرض الوطن سالمين 23 جريح، تمت 41 عملية كبرى وبقية الجرحى عمليات صغرى وعلاج طبيعي. تم افتتاح عيادة طبية خاصة بالجرحى وسميت عيادة الجريح في المستشفى العسكري. تردد على هذه اللجنة خلال هذه الفترة 385 جريح. وهناك مشاكل تعترض اللجنة، واللجنة اليوم ترفع صوتها لتسمعه للجميع بأن هذه إمكاناتنا وهذه مطالبنا لنستمر في تقديم الخدمة الطبية للجرحى الذين يحتاجون إلى سفر 396 جريح. المستعجل منهم بشكل عاجل 96 جريح بشكل عاجل. المبتورين الذين يحتاجون لأطراف صناعية 424، المشلولين 163. المبتورين يحتاجون إلى أطراف صناعية، والمبتورين يحتاجون إلى علاج متواصل وإلى معاينة دائمة وبشكل مستمر. هنا أقولها باسم اللجنة الطبية وباسم جرحى تعز الأبطال، نناشد جميع الأطراف، نناشد الدولة، الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية حفظه الله، دولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة، كل المسؤولين، محافظ تعز، قائد محور تعز. أقول لهم جرحى تعز لابد أن يكون هناك لفتة إليهم، لابد من ميزانية. أقولها بكل وضوح، لا يوجد لدى اللجنة الطبية الآن ميزانية معتمدة ثابتة للجنة الطبية. جرحى تعز تعدوا 22,000 جريح تعالج منهم البعض بعد معاناة طويلة، وما زال الكثير منتظرين للعلاج، والبعض مبتور والبعض مقعد ولا يستطيع الحركة. ومسؤولية اللجنة أمام الجرحى كبيرة، وللأسف ما زالت إلى اليوم بعد 5 أشهر بلا ميزانية وبلا إمكانات.